محكم التنزيل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اسمحوا لي بالبداية باسمي، باسم أهل سخنين، باسم مثلث يوم الأرض، أرحب بكم جميعا وأدعوكم اليوم إن شاء الله للمهرجان المركزي في مدينة عرابة الساعة 4:30. راح يكون إحنا في عنا من ساعات الصباح قمنا في عدة فعاليات، وهو واجب زيارة أهالي الشهداء وأضرحة الشهداء. وإحنا في عنا الساعة 2:30 تنطلق في البلد المسيرة الاعتيادية من شارع الشهداء تجوب البلد، ونلتقي هنا نقرأ الفاتحة مرة أخرى لشهدائنا وندعو لهم، ونستمر إن شاء الله باتجاه الجارة عرابي، نلتحم طبعا مع سخنين وعرابي ودير حنا. فهذه المظاهرة القطرية أو المهرجان القطري في عرابي هو يعني يجب أن يكون جواب للتحديات التي تلازم شعبنا. ونكون صريحين أحبائي، إحنا بعد معركة انتخابية اللي كان فيها نوع من بدي أسميه التجريح، نوع من التكفير، نوع من أشياء سلبية اللي ما اعتاد عليها شعبنا، وإحنا بحاجة لترميم، ترميم اجتماعي. وهاي المناسبة الوطنية أنا برأيي كالبلسم على الجرح، ونحن بحاجة لهذه المناسبة الوطنية الجامعة التي تتكلم وتتحدث والتضحية الكبرى لشعبنا في مجرحة يوم الأرض. فهذه الذكرى التي يعني نستذكرها اليوم 45 عاما نذكرها في وجداننا، في قلبنا، في ضميرنا، وواجب علينا أن نورثه لأبنائنا. فبدي أطلب من الجميع أنه نفتح صفعة جديدة أحبائي، وإحنا نكون شعب واحد، وحدة واحدة فيها القوة وفيها الصلابة. لأنه إحنا بنطلع على تاريخ شعبنا، كل ما تحقق وبشكل واضح هو عن طريق النضال. فنستذكر شهدائنا، يعني هون موجود في هذه المقبرة، مقبرة سخنين المركزية عند النصب التذكاري، موجودين شهداء القدس والأقصى التحقوا مع شهداء يوم الأرض الخالد. ونستذكر هنا قائدنا العم أبو الأدهم من صناع يوم الأرض، ونستذكر طبعا توفيق زياد الذي قال أن الشعب قرر الإضراب. ونحن نقول نعم على هذه الأرض ما يستحق الحياة. عاش يوم الأرض الخالد، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. إذا بتسمحوا بدنا نبدأ الدعاء، ممكن قراءة القرآن ودعاء من الشيخ علي. تفضل الشيخ علي. قراءة القرآن ودعاء الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم.
اللهم اغفر لشهدائنا الأبرار، اللهم اغفر لشهدائنا الأبرار، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين، اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين، اجعلهم شفعاء لنا يوم الدين يا رب العالمين، اجعلهم يشفعون لأقاربهم ولنا جميعا يا رب العالمين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة، وحسن أولئك رفيقا. اجعلنا يا رب العالمين من الذين يسيرون على درب الشهداء والشهادة والجهاد ضد الظالمين والظلم يا رب العالمين. انتقم من الظالمين الذين قتلوا أبناءنا وبغوا عليهم وبغوا علينا يا رب العالمين. انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى سائر الأنبياء.